السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل امبارح في قصر الاتحاديه الرئيس بول كاجامي رئيس رواندا، واكد سياده الرئيس حرص مصر على ترسيخ التعاون الاستراتيجي مع رواندا في شتى المجالات وترتيب لعقد اللجنه المشتركه بين البلدين في اقرب وقت ممكن. وفي ختام المباحثات شهد السيد الرئيس ونظيره الرواندي مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية الرئيس بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامان الوطنيان. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأنه تم عقد جلسة مباحثات منفردة عقبتها جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، حيث رحب الرئيس بأخيه الرئيس بول كاجامي في بلده الثاني مصر، معربا عن التقدير للعلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين والحرص على ترسيخ التعاون المشترك بينهما في شتى المجالات. وقد شهد الرئيسان التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين. وفي ختام المباحثات عقد الرئيسان مؤتمرا صحفيا مشتركا شددا خلاله على المواقف المتطابقة للبلدين إزاء العديد من القضايا السياسية والأمنية التي تهم الدولتين وتشغل القارة في الوقت الراهن. وبعد انتهاء المباحثات سيادة الرئيس قام بعقد مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس رواندي واتكلم عن قمة المناخ 27 اللي هتستضيفها مصر في نوفمبر اللي جاي، وقال ان مصر هتكون حريصة انها تعبر عن تطلعات افريقيا خلال رئاستها لقمة المناخ. كمان الرئيس شدد على ضرورة التوصل لاتفاق ملزم لملء وتشغيل سد النهضة. لقد ناقشنا اليوم التقدم المحرز في مختلف أوجه العلاقات الثنائية خلال الفترة الماضية وما شاهدته من خطوات جادة لدفع وتطوير العلاقات على الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية، وتوافقنا على أنه برغم من العديد من الإنجازات التي حققناها في تنمية تلك العلاقات إلا أنه ما زالت هناك فرص عديدة للارتقاء والنهوض بها. لقد اتفقنا اليوم على مواصلة التشاور والتنسيق السياسي القائم بالفعل بيننا، وذلك لدفع التعاون الثنائي وتنسيق مواقف البلدين حيال القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. كما توافقنا على ضرورة الارتقاء بمعدلات التبادل التجاري والذي نما بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين على الرغم من جائحة كورونا، واتفقنا على ضرورة استغلال ما يمتلكه البلدان من إمكانات وفرص هائلة للتعاون ودفع الشراكات الاقتصادية سواء الرسمية أو من خلال القطاع الخاص بين البلدين، وضرورة تأثير الاستثمارات المصرية في رواندا، وذلك إيمانا بدور القطاع الخاص في دعم التعاون الاقتصادي بين بلدينا الشقيقين. وبحثنا كذلك التعاون القائم في المجال الطبي ومجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، وأود أن أشيد في هذا الإطار بما تبذله رواندا من جهود إقليمية مقدرة في هذا المجال. وفيما يتصل بعملية بناء الكوادر الهادفة إلى دعم التنمية، فقد أعدت التأكيد على التزام مصر بالاستمرار في تسخير إمكانياتها والعمل على توفير التدريب وبناء قدرات الكوادر الرواندية في مختلف المجالات بالتنسيق بين مختلف الجهات المصرية. وعلى جانب آخر، فقد تطرقنا إلى تطورات ملف سد النهضة، وأعدت التأكيد على أهمية التعاون المشترك بين كافة دول حوض النيل من منطلق الحرص على المصالح المشتركة وعدم الإضرار بأي دولة من دول الحوض، ورفض مصر لأي إجراءات أحادية من شأنها المساس بمقدرات الشعوب
لا سيما تلك التي تعتمد على هذا النهر كرافد أوحد للحياة والتنمية. وأكدت كذلك على ضرورة توصل اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة في إطار زمني مناسب بما عز من الأمن والاستقرار الإقليمي، استناداً إلى قواعد القانون الدولي ومقررات مجلس الأمن. كما تناولت المباحثات بيننا قضايا الأمن والتنمية في القارة الإفريقية بما في ذلك قضية تفشي الإرهاب، والتي تشكل تحدياً حقيقياً لعملية التنمية في إفريقيا. واستعرضت في هذا الصدد الجهود المصرية الناجحة في مجال مكافحة الإرهاب، كما نوهت إلى قيام مصر بإنشاء مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب، مشيداً في المقابل بالجهود الرواندية في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في إفريقيا. وقد تبادلنا كذلك وجهات النظر حيال مختلف القضايا الإفريقية المطروحة على الساحة، ولقد تناولت كذلك خلال مباحثاتي مع الرئيس كاجامي تعاوننا وتنسيقنا المشترك في إطار الاتحاد الإفريقي، وكذلك تجمع الكوميسا الذي ترأسه مصر حالياً، وتوافقنا على أهمية الإسراع بإنهاء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية وتفعيلها. وأكدت في هذا الإطار دعم ومساندة مصر عملية الإصلاح المؤسسي للاتحاد الإفريقي وتقديرنا لجهود فخامته على هذا الصعيد باعتباره رائداً لهذا الملف المهم. وأخيراً وفيما يتصل باستضافة ورئاسة مصر للدورة 27 لمؤتمر الأطراف الاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في نوفمبر 2022، فقد أكدت حرص مصر على التعبير خلال تلك الرئاسة عن تطلعات دول قارتنا الإفريقية في هذا المجال، وعزمنا أن يسفر المؤتمر عن نتائج تنفيذية ملموسة تحقق نقلة مهمة في مجال العمل الدولي المشترك حيال المناخ. أخي فخامة رئيس بول كاجامي، أعرب لكم مجدداً عن امتناني لتشريفكم الكريم وتقديري لمباحثتنا البناءة اليوم التي أكدت حرصنا المتبادل على وطيد علاقتنا الاستراتيجية تحقيقاً لمصالحنا المشتركة، متمنياً لفخامتكم ولشعب رواندا الشقيق المزيد من التقدم والاستقرار. شكراً. كمان الرئيس بول كاجامي رئيس رواندا قال في المؤتمر الصحفي أنه بيسعى لمزيد من التعاون مع مصر في مختلف المجالات، وقال كمان أن جائحة كورونا ذكرتنا بأهمية الترابط بين الدول، وده أمر في غاية الأهمية. صاحب الفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، my brother, friend. أخي وصديقي، I would like to start by thanking you. أود أن أبدأ بتوجيه الشكر لسيادتكم ولحكومة مصر على حرارة الاستقبال وكرم الضيافة التي تلقيناها في هذا البلد الجميل. The president and I السيد الرئيس وأنا قد عقدنا محادثات مثمرة للغاية، وأتطلع إلى مواصلة تعميق شراكتنا. The agreement signed today build on Rwanda and Egypt's long-standing العلاقات طويلة الأمد بين مصر ورواندا والاستفادة والتبادل المستفيد فيما بيننا في العديد من المجالات. The COVID pandemic has reminded us that we are coronavirus ذكرتنا بأهمية الترابط أكثر من قبل، وأنه لا يوجد بلد يمكن أن يتعامل مع أزمة عالمية بمفرده. إذن فإن التعاون هنا هو أمر مهم للغاية، وتحديد مجالات جديدة للتعاون وحساس لإعادة اقتصادنا على المسار مرة أخرى، وتعزيز وتقوية القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية.
capitalize نقطة انطلاق جيدة on the African continental free trade area, which is now operation. This will create numerous opportunities, especially for entrepreneurs and young people. Protecting their future is essential for our continent's sustainable وكذلك بالنسبة للتنمية المستدامة. Mr. President, I would be remiss not to mention how we still have good memories of a couple of visits you made to our country. جميلة where we had the opportunity to strengthen التي قمت بها سيادتك من أجل تعزيز relations. العلاقات الشخصية again, والعلاقات بين البلدين مرة أخرى أود أن أشكر سيادتكم على هذه الدعوة لزيارة مصر وأنني أتطلع إلى استقبال سيادتكم والترحيب بكم Rwanda في الوقت المناسب لكم في رواندا لمواصلة التوسع فيما بدأناه بالطبع واتفقنا عليه هنا اليوم. Thank you وشكرا for your kind attention على حسن انتباهكم very warm وعلى كرم الضيافة وحرارة الاستقبال الذي تلقيناه. أتوجه بالشكر لسيادتكم ولحكومة سيادتكم ولشعب مصر. شكرا جزيلا سيدي. ونكمل مع حضراتكم استعرضنا الأهم الأخبار. الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة عاد امبارح إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته الرسمية لقطر، وده لحضور فعاليات معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري داميداكس 2022. والمشاركة دي بتأتي في ضوء استمرار متابعة التقدم والتطوير في كافة قطاعات الصناعات العسكرية. دلوقتي نروح نتابع مع بعض تقرير عن أهم الأخبار اللي حصلت امبارح، واللي من ضمنها جولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لإعمال ترميم مسجد عمرو بن العاص ضمن مخطط مشروع حدائق الفسطاط. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، خاصة جولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لأعمال ترميم مسجد عمرو بن العاص وتطوير ساحته والمنطقة المحيطة به ضمن مخطط مشروع حدائق الفسطاط. وخلال تجوله بأرجاء المشروع، كلف رئيس مجلس الوزراء بتكثيف العمل في مشروع تطوير ساحة مسجد عمرو بن العاص في المرحلة دي والالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة. وأكد رئيس الوزراء إن الموقع له أهمية استراتيجية كبيرة لتوسطه بين منطقة مجمع الأديان، وكمان له مكانة تاريخية كبيرة في نفوس المصريين، وقال إنه في توجيهات رئاسية بإنه يتم مراعاة التصميم الحضاري ذو الطابع المعماري العريق بما يتناغم مع طبيعة المنطقة التراثية. كمان امبارح منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء أكدت استجابتها لعدد كبير من شكاوى واستغاثات المواطنين والعمل على سرعة التعامل معها، وده طبعاً في إطار جهود الحكومة لتخفيف المعاناة عن المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات لتوطيد جسور الثقة ما بين المواطنين والحكومة. امبارح البنك المركزي المصري أعلن إنه أطلق خلال الفترة اللي فاتت مجموعة من المبادرات لدعم المرأة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأكد البنك إن المبادرات دي أحدثت طفرة في تواجد المرأة بمجالس إدارات البنوك من عام 2016 وحتى نهاية عام 2021 بنسبة نمو بلغت 67%. كمان ارتفع عدد المتعاملات من خلال القطاع المالي خلال تلك الفترة من 5.9 مليون سيدة ل 16 مليون سيدة بنسبة نمو بلغت 171%، ده غير تقديم 45 مليون خدمة استفادت منها 16 مليون امرأة منذ عام 2016.